مشروع شمال الإسكندرية لإنتاج الغاز الطبيعي. كل يوم مشاريع كبيرة بتتبني وأراضي بتتعمر وخريطة اقتصادية بتتغير بينا إحنا المصريين. اقتصاد بيتقدم يوم بعد يوم لينا ولولادنا. المشروع ده بيدخل 5 تريليون أدم مكعب من الغاز و55 مليون برميل من المكثفات، كل ده للاستهلاك المحلي فقط. ده بيغطي الطلب المتزايد من الطاقة في مصر. المشروع ده بيضم 5 حقول عملاقة وبيدعم الطاقة لسنوات كتيرة في مصر. مشروع اتأسس بأعلى وأحدث تكنولوجيا في مجال الغاز. مشروع بيوفر فرص عمل وخبرات وتنمية مجتمعية مستدامة محيطة بالمشروع. من خلال المشروع ده في منح دراسية لشباب مصر في إدكو رشيد. مشاريع بتغير مستقبل الطاقة في مصر وبأيادي مصرية. مصر بتتقدم لينا، مصر بتتقدم بينا.